تمكنت مصالح أمن دائرة حسي مسعود خلال 3 عمليات نوعية من توقيف شبكات إجرامية متكونة من 7 أشخاص من بينهم امرأة، وحجز كمية معتبرة من مواد صيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية من نوع بريغابالين 300 ميليغرام ذات منشأ أجنبي متحصل عليها عن طريق التهريب، والمقدر عددها ب 52896 كبسولة، وكمية من المخدرات قد قدر وزنها ب 95.27 غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 140,000 دينار جزائري وهاتفين نقالين. القضايا النوعية تمت بالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية، حيث تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بقطاع الاختصاص ليتم تحويلهم رفقة المحجوزات إلى مقر أمن الدائرة لاستكمال إجراءات قانونية. بعد استيفاء جميع الإجراءات تم إنجاز ملفات قضائية لتقديمهم أمام النيابة المحلية.